بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صح شربتكم إن شاء الله بطول مني. أنا مقابل أقول إن الكورة مش مسيبة أول إن إحنا متقاربين من تشيلسي شوية. تاني حاجة عشان أظن متسلسل فريق تونسي فريق كبير فريق يعني عنده تقاليد يلعب قدام جمهور وشعب جميل ومليون إيش معنى الدفع على الآخر أكيد جدا ونشكر مقابلة طيبة. قسمنا المباراة تقريبا شوط أولاني كنا تقريبا معناها تحكمنا في الكرة في بعض الأوقات عندنا بوزيسيون باهية وصلنا لقدام خلقنا فرصة وتيم دوزيام ميتو عملنا 15 مينوت تقريبا باهية 20 مينوت ماكسيموم بعد 20 مينوت خذت إسبيرونس اللعب تقريبا تعرف إذا كيما نحن كيما نشوفو ثم سيال بالطبيعة ولو تلعب في الليل ويسام اليوم 10 يوم تقريبا في رمضان مع ليزونترينمون مع تثيري المقابلات أكيد جدا ونوكش نكون تكون شوية ثم قلولة شنوة خاصة في 10-15 دقيقة الخدمات. أني تري كونتون تري كونتون باش في التصرف نتعمل العباد يعني كي تخرج تلعب مبارك مع كاي كنا نأملوا أنه روحوا ثلاثة النقاط ولكن ضد فريق المرشحين معناها نايل اللقب هذايا واللعب هذا الكل في اللقب هذايا نخرجوا قدام الجمهور هذا ونروحوا نتيجة إيجابية في الأخير. الفريق قاعد يتقدم شوية بشوية قاعدين نمشيو معناها خطوة خطوة الهدف نتاعنا الأولاني هو وين نتعداو لانكارد فينال هذايا السيزون راه بعد لانكارد فينال نحاول نتعداو المرحلة هذايا نمشيو للدمي فينال ومن بعد دمي فينال تعرف كل شيء معناها ممكن عندنا يعني كيف بروجريس كل ماتش قاعد يقدم خير كل ماتش قاعد الجروب معناها قاعد يبرهن وأنه عنده معناها مؤهلات وعنده معناها لاعبين وعنده ديزاتوك اللي نجم نفسه على الادوار دول ان شاء الله. نبيل صاحشي عندي سؤالين اول حاجه حطيت الهدف بتاعك من الدوري المجموعات هناك ماده ثانيه كافيه الحقيقه اللي هناك. السؤال الثاني شنو الفريق اللي موجود الاربعه الاولى اللي هناك موجود في رباطية؟ الهدف بتاع الفريق الهدف بتاعنا هو تتعدى من المجموعه تتعدى المجموعه بالذات معناها تتعدى ساعات ديفيسيمون تتعدى خير ما تتعداش حتى ولو تعمل بوري باهي دونك المهم نحن الاوبجيكتيف حصل له تعدى المجموعه تعدينا ثاني مجموعه عملنا ردود تقريبا دو فيكتوار ماتش ميو لاكستيريور كونتر الليدر دونك سي با فاسيل دونك ممكن في الذهاب بعد معناها وهذا اذا ما حاجه اخرى بوزيتيف بوزيتيف معناها الجروب الكل هو الفرد المونتاج بعد ما تخسر دو ماتش بسويت معناها تخسر على ارضيه ميدان ثم تتنقل للمريخ وتصل المقابلة بعد انتصار أول في أول جولة ضد الزمالك أكيد جدا ما بتشوف نفس المورال ولكن اللاعبين هنا ذهبوا فرصة كارتير أنا كاني دو مان بسويت اللي هما الزمالك والمريخ ومن بعد نخرجوا كيف الاسبيرونس قدام جماهيره في أرضية ميدانه تاع المقابلة معناها تروح نقطة أكيد جدا أنه هذا كله إيجابي بالنسبة للاعبين بالنسبة للمجموعة يزيدهم ثقة أكثر بالنسبة لل أنه أدفرسير كما قلت انا كنت اتذكر معناها قبل المقابله في الكونفرنس دو بريس في المؤتمر الصحفي قلت انا ممكن لافونتاج تاع الكلاسمون الاولاني هو انك يرسوا معناها ماتش روتور تاعو في بلاد وهذا هي تريز امبورتون بقينا لي زادفيرسير كل متخيله ممكن ثم زوز ثلاثه فرق اللي عندهم تقاليد اللي هما معناها داخلين مرشحين باش يلعبوا التيتر ولكن بقيه الفرق كل هذوما احسن ثمانيه فرق في افريقيا توا في اللحظه هذيا دونك احسن ثمانية فرق في افريقيا هم مترشحين اكيد جدا انه الفرق كل عندها حدودها وعندها ديزاتو نتاعها بيان سور ثم الدول الترول كلوب اللي هما عندهم افونتاج بينهم عندهم تقاليد في الموسيقى هذه وعندهم خبره في الموسيقى هذه. كوتش مبروك الترشح اول حاجه لكن ماشيين ادوار اقصائيه الملاحظه العامه اللي نخرج بها من الستيج بالنسبه لبلوزداد انه على ارضيه ميدان بلوزداد يقدم روندمون كبير برشا يصنع اللعب البرة اقل شويه اقل فاعليه هذه عامل يعني خبره او ديكونسيني باش تكون انت تقبل اللعب اكثر البرة وهذه تعطيك شيء بعد تبقى تعرف كما قلت الاكستيريور عن الانتيريور مهمه برشا بعد العمليه. اي هو كل مقابله سوء ما فماش فريق يخرج برا قاعد يخرج في السكيل نتاعو ويخرج في على ثمانيه فرق ما عندها يكون فريق اللي هو هجوميا وحتى الفريق هجوميا اللي هو سان داونز تقريبا خرج فيه ثلاثه مباريات حتى كي يخرج الاكستيريور دونك يعمل ان زون تاع ريبيراسيون شويه كاين اللي خاطر عنده دي جوار ولكن بالنسبه لنا احنا بيان سور على ارضيه ميدان قدام جمهور كبير وشفنا اليوم في فرنسا اكيد جدا انه مطالب باش تمشي قدام
وطالب وين باش تعمل لعب وطالب باش تلعب اتاك بلاصيك. فالكونتر وقت تخرج البال معناها بيان سور تعمل زون ريكوبيراسيون طايحه شويه وتلوج على الاتاك رابيد. هذا كله زي استراتيجيه كبيره وشفنا نجحنا في في في, في, في تقريبا بنسبه 70%. لانه يعني لما تخرج الزمالك وتبدا السرعه الزمالك في 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 مصر كيف كيف تجي الدوري التونسي تخرج نتيجه نتيجه تعادل. المريخ الوحيده اونتر كيمي لانه ما نحبش نحكي خاطر تم حكايه الدوري صار ولكن كل مقابله واستراتيجيه نتاعها وكل ارضيه ميدان زاد الاستراتيجيه نتاعها. لانه يعني اليوم تلعب ضد خارج تلعب ضد ريكيب ناسيونال ريكيب ناسيونال كلها ريكيب ناسيونال يا اما في تونس يا اما ليبيا يا اما يا اما الجزائر. D'autres questions, s'il vous plaît. Merci. Merci.